السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء طلاب وطالبات الصف السادس الأساسي في درس جديد من شرح منهج اللغة العربية للصف السادس عبر قناة روافد التعليمية معكم المعلم وسام درويش الغرباوي معلم اللغة العربية للصف السادس درسنا لهذا اليوم هو درس القواعد المثنى ما علامات الاعراب الاصليه في الاسماء احسنت العلامه الاصليه لرفع الاسماء الضمه وما علامه نصبها الاصليه ممتاز الفتحه وما علامه جرها رائع الكسره قبل ان نبدا في درسنا دعونا نجب عن هذا السؤال ما متن الكلمات الاتيه معلم اجابه صحيحه معلمان او معلمين مجتهد احسنت مجتهدان او مجتهدين مهندسة، أشكرك، مهندستان أو مهندستين، ما العلامات الإعرابية المناسبة لهذه الكلمات؟ بالتأكيد أعزائي الطلاب، لن تكون الضمة أو الفتحة أو الكسرة، بل سنعربها بعلامات إعراب فرعية كما قلنا في درس سابق وسنتعرف عليها في درسنا لهذا اليوم هيا بنا اهداف الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من الدرس ان تعرف المثنى ان تحدد علامات اعراب المثنى ان تستنتج القاعده النحويه ان تطبق القاعده النحويه اعزائي الطلاب ننظر الى الامثله الاتيه المثال الاول الفلاحان نشيطان عن كم فلاح يتحدث اشكرك عن اثنين الفلاحان مفرد ام مثنى ام جمع أحسنت مثنى لأنه يتكلم عن اثنين نأتي للإعراب الفلاحان اسم فعل أم حرف؟ ممتاز اسم الجملة اسمية والجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين ما هما؟ مميز المبتدا والخبر فما اعراب الفلاحان اصبت مبتدا المبتدا مرفوع ام منصوب ام مجرور مبدع مرفوع دائما ما علامه رفع المبتدا الفلاحان احسنت الالف لانه مثنى والمثنى يعرب بالحروف فيرفع بالالف فما اعراب كلمه الفلاحان ممتاز مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى المثال الثاني رايت مجاهدين يدافعان عن الوطن مجاهدين مفرد ام مثنى ام جمع رائع مثنى والجمله فعليه والفاعل انا وقد وقع فعل الرؤيه على المجاهدين فما اعراب مجاهدين مميز مفعول به ما الحاله الاعرابيه للمفعول به مبدع منصوب دائما ما علامه نصب مجاهدين اشكرك الياء لانه مثنى فما اعراب مجاهدين إجابة صحيحة: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى: المثال الثالث: سلَّمتُ على المعلمتين: المعلمتين مفرد أم مثنى أم جمع؟ أحسنت، مثنى ونلاحظ هنا أن المثنى يأتي للمذكر والمؤنث، فقد جاء هنا بصيغة المؤنث، المعلمتين. المعلمتين مثنى، وسبقها حرف جر، فما إعرابها؟ أصبت اسم مجرور، وما علامة جره؟ رائع علامه جره الياء لانه مثنى فما اعرابها ممتاز اسم مجرور وعلامه جره الياء لانه مثنى نستنتج اعزائي الطلاب من الامثله السابقه ان المثنى اسم يدل على اثنين او اثنتين بزياده الف ونون او ياء ونون على اخر مفرده ونستنتج ان علامات اعراب المثنى هي علامات فرعيه اي بالحروف وليست بالحركات فالمثنى يرفع بالالف وينصب بالياء ويجر بالياء ايضا ونستنتج ايضا ان نون المثنى مكسوره دائما فائده الالف والنون والياء والنون في اخر المثنى زائدتان وليستا من اصل الكلمه فمثلا كلمه معلم ما مثناها احسنت معلمان نلاحظ ان الالف والنون قمنا بزيادتهما على اخر الكلمه فائده عند تثنيه الاسم المفرد المؤنث الذي ينتهي بتاء مربوطه فان التاء المربوطه تقلب تاء مفتوحه ثم نضيف الالف والنون او الياء والنون مثل شجره شجرتان نجيب عن الاسئله الاتيه السؤال الاول نضع اشاره صح امام العباره الصحيحه واشاره خطا امام العباره غير الصحيحه واحد المثنى يدل على المذكر فقط احسنت خطا لماذا رائع لأن المثنى يدل على المذكر والمؤنث اثنين نون المثنى مكسورة دائما ممتاز عبارة صحيحة ثلاثة الألف والنون في آخر المثنى زائدتان رائع عبارة صحيحة أربعة: رمضان كلمة تدل على مثنى، أحسنت، خطأ، لماذا؟ رائع، لأنها تدل على مفرد، فليست كل كلمة تنتهي بألف ونون مثنى، خمسة: مثنى كلمة فلاح وفلاحان أو فلاحين اصبت عباره صحيحه السؤال الثاني نحدد الحاله الاعرابيه والعلامه الاعرابيه للكلمات المخطوطه واحد المجاهدان يدافعان عن الوطن ما الحاله الاعرابيه لكلمه المجاهدان. أشكرك مرفوعة، وما علامة إعرابها؟ أحسنت الألف لأن الكلمة مثنى والمثنى يرفع بالألف. اثنين رأيت المزارعين يحرثان الأرض. ما الحالة الإعرابية لكلمة المزارعين: أصبت، منصوبة، وما علامة إعرابها؟ مبدع: الياء، لأن الكلمة مثنى، والمثنى ينصب بالياء. ثلاثة: سلّمت على الفائزين. ما الحالة الإعرابية لكلمة الفائزين؟ مميز، مجرورة، وما علامة إعرابها؟ أصبت الياء؛ لأن المثنى يجرُّ بالياء. السؤال الثالث: نحوّل الاسم المفرد إلى مثنى مع تغيير ما يلزم. واحد: قرأت فاطمة قصة جميلة. قبل ان نثني الكلمه ننظر الى علامتها الاعرابيه فنجدها منصوبه بالفتحه فهي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه هيا نثني الكلمه ونغير ما يلزم اصبت قرات فاطمه قصتين جميلتين لماذا قلنا قصتين ولم نقل قصتان ممتاز لأن الكلمة جاءت منصوبة والمثنى ينصب بالياء نين كرم المدير الفائزة ممتاز كرم المدير الفائزين ثلاثة تخلص الممرضة في عملها أصبت تخلص الممرضتان في عملهما أربعة مررت بالمجاهد ممتاز مررت بالمجاهدين السؤال الرابع نوظف مثنى الكلمات الآتية في جمل مفيدة واحد المحسن ممتاز تبرع المحسنان لبناء المدرسة القاضي أحسنت وقف المظلوم أمام القاضيين السؤال الخامس نعرب ما تحته خط واحد المعلمان مخلصان ننظر الى نوع الجمله اولا بدات الجمله باسم اذن هي جمله ممتاز اسميه والجمله الاسميه لها ركنان اساسيان ما هما رائع المبتدا والخبر فما إعراب كلمة "المعلمان"؟ ممتاز، مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى. اثنين: سلمت على الفائزين. سبقت كلمة "الفائزين" بحرف جر، فما إعرابها؟ أحسنت، الفائزين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أعزائي الطلاب نكون هنا قد وصلنا إلى ختام درس المثنى. نرجو من الله أن تكونوا قد حققتم الفائدة المرجوة من الدرس. نلقاكم بإذن الله في درس جديد. كان معكم المعلم وسام درويش الغرباوي. معلم اللغه العربيه للصف السادس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته